عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضري. دلوقتي هنتكلم على تفعيل الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد سواء كان للمعلمين أو للإداريين. طيب أعملها إزاي؟ بص حضرتك كده، أنا في جوجل أهو كتبت كل اللي كتبته: الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، أو الحساب الموحد، أو تفعيل الحساب الموحد، أي حاجة. أول أمر معانا هنا هو اسمه الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، هضغط عليه وهسيب لحضرتك في الوصف أو الديسكريبشن الإيه العنوان عشان تدخل منه مباشر. طيب هنا انت بتفعل حساب مين؟ الفكره كلها تمشي سواء طالب او معلم او اداري. هضغط على حساب المعلم، طبعا هو الاداري هو المعلم، مفيش مشكله. هضغط هنا بيقول لي هنا ادخل الرقم القومي. هنا اهو انا دخلت الرقم القومي والكود، وممكن حضرتك هتضغط، طبعا لازم تضغط انا لست برنامج روبوت، وتستنى يعمل علامه صح. ممكن لما تيجي تضغط على التحقق من البيانات تلاقيه يقعد مده، ممكن يجيب لي حاجه زي كده. هبدا اختار صنابير الاطفاء واعمل تحقق، بيقول لي محاوله اخرى الجسور تحقق، تمام، قال لي تمام. اضغط على التحقق، ممكن اما اضغط عليها يشتغل، وممكن ان هو يوقف في شو، مفيش مشكله، بس اهم حاجه مش اقعد مده طويله عشان مش يعيد لي التحقق تاني. طيب هنا اول ما نضغط جاب لي البيانات بتاعتي هي والاداره التعليميه والمدرسه والمديريه بتاعتي، وهنا قال لي ابدا بقى حضرتك دخل رقم الموبايل الخاص بيك. طب ايه لازمته؟ عشان لما انت تنسى بعد كده كلمه المرور تبعتها. وهنا بعد لما اخلص ممكن اقول له هنا انشاء الحساب وارسال الكود، الكود بتاعي للتاكيد الى البريد الالكتروني، او انشاء الحساب وارسال الكود للتاكد من ايه؟ الموبايل، الى الموبايل. يبقى انت هتعمل هنا، هدخل هنا رقم الموبايل بتاعي. طيب بعد كده بيقول لي هنا البريد الالكتروني البديل وتاكيد للبريد الالكتروني البديل. ايه البريد الالكتروني البديل؟ اي حساب عندك على ياهو، على الجيميل، على اوتلوك، اي حساب عندك، الحساب الجيميل بتاع حتى المتجر بتاع الموبايل او كده تبدا تعمله. طيب بعد كده هتدخل هنا كلمه مرور جديده، كلمه باسورد جديده هنا. بعد كده هتضغط هنا تاكيد كلمه المرور، بعدين هتعمل انا لست برنامج ريبوت. بعد ما ادخل البيانات، بعد ما بتم ادخال البيانات وبعمل انا لست ريبوت، خلاص خلصت. ابدا اقول له ايه بعد بقى؟ ايه الكود والبريد بتاعي على البريد الالكتروني البديل اللي انا دخلته هنا، وعشان كده لازم يفضل او لازم يكون حساب خاص بالمستخدم، المعلم او الطالب او الاداري او كده. ما ينفعش يكون حساب بتاع حد في السايبر او كده، عشان لو حصل مشكله بعد كده، او انت طبعا بكون ان حضرتك ما بتفعلش او بتشتغل على البريد الالكتروني، فكل فتره بيبدا البريد الالكتروني ان هو ينوجد، فمحتاج ان هو يتفعل تاني. لكن كل ما حضرتك شغال على البريد فهو شغال معاك، لكن للاسف ان في ناس كتير ما بتشتغلش عليه، وبالتالي كل فتره بتلاقي البريد الالكتروني حصل فيه ايقاع. طيب عشان ادفع له مره جديده، المره الثانيه هيطلب منك زي ما هشوف بعد كده، هبص راجي يقول لي طيب انت معاك البريد الالكتروني البديل ومعاك كلمه المرور البديل عن طريق الايه؟ الموبايل، يا اما الاسترداد يكون على البريد الالكتروني البديل او عن طريق الايه؟ رقم الموبايل. وبالتالي هنا بعد ما انا عملت انا لسه هبعت على الحساب سواء كان على البريد الالكتروني ده او سواء على ده، عشان يبدا ايه اشتغل ويطلع مني الايه، يديني البيانات اللي احنا خلصناها، اللي هو يديك اللي هو البريد بتاع الالكتروني بتاعك اللي هو الحساب اوفيس 365، ويديك كلمه المرور الجديده، ويبقى كده انت ايه انتهيت من التحقق، وتقدر تسجل بيه بقى سواء في الترجيه او سواء ان انت تدخل تطبع بيه صحيفه الحاله الالكترونيه الجديده. اتمنى زي حضرتك زي دلوقتي زي الصوره كده ديت بعد ما تم ارسال الايه الرساله بتاعته، وده البريد الالكتروني بتاعي والايه كلمه المرور. اتمنى اذا عجب حضرتك الفيديو ما تخرجش علينا بالاعجاب، واشترك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك من كل جديد. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد اعاده التفعيل لو انت جيت تدخل تاني على الحساب بتاعك، لو انت حتى عاوز تاكد الحساب بتاعي مفعل ولا لا، لما ادخل في البريد الالكتروني الموحد هبص الاقي هنا ادي البوابه. اول ما دخلنا طبعا البريد وكلمه السر، ابص الاقي هنا جاي بيقول لي هنا ايه، هذا الحساب موجود حاليا بالنظام، يمكنك الان ايه اعاده تعيين كلمه المرور. دخل كلمه المرور وغير، يبقى معنى كده ان هو مفعل، مش جاب لك بقى القومي والكلام ده كله. طبعا احنا اكدنا 100 مره ان لازم البريد الالكتروني البديل يكون حساب الجيميل الخاص بك انت بتاع الموبايل، مش يكون بتاع حد تاني، لان ممكن لما يجي يعمل استرداد على البديل مش بتلاقيه. تمام. طيب هنا طبعا بتدخل البيانات بتاعتك وتغير كلمه المرور اكتر مره لو انت عاوز، او كل فتره على حسب عشان خاطر ايه السريه بتاعتها. طيب انا دلوقتي عاوز ادخل على اوفيس 365 عشان خاطر ان انا اشتغل على برنامج الاوتلوك بتاعي. اشتغل ازاي؟ هاجي جوجل اهوت وهاجي اكتب هنا مايكروسوفت 365 لوج ان، او اكتب اوفيس 365 بس مفيش اي مشكله. طيب بعد كده هضغط على اول رابط معايا اهوت،
مايكروسوفت 365 لوج ان. هيظهر معانا بالشكل ده كده، يقول لي هنا ابدأ ادخل البريد الالكتروني الخاص بيك. هبدأ ادخل الحساب الموحد اللي احنا كتبناه كده وفعلناه، هبدأ ادخل البريد الالكتروني الموحد. دخلت البريد الالكتروني الموحد وعملت التالي او نكست، هيجي يقول لي هنا ادخل كلمة المرور. هندخل كلمة المرور هنا، وبعد كده هنضغط على تسجيل الدخول. لو اول مرة حضرتك هتدخل على المتصفح ده من جهازك، فهيجي يقول لك هنا انت محتاج ان انت دايما ندخل مباشرة من غير ما يطلب البيانات ديت. لو ده جهازك الخاص هتعمل عدم اظهار، تعلم هنا صح وتقول له ايه نعم، يبقى معنى كده ان هو مش هيطلب منك البيانات تاني. طب لو ده مش جهاز خاص بيك او جهاز في المدرسة او جهاز في سايبر او كده، يبقى هضغط عليه لا. تمام، مباشرة فتح معانا في اوفيس 365 اهوت، وقال لي اهلا بك. هنا طبعا لا يوجد اي محتوى احنا ما اشتغلناش عليه خالص. طبعا هنا البيانات بتاعتي، لو انا دخلت على الشخص الصورة ديت هدخل على البيانات الشخصية بتاعتي والكلام ده كله. طيب انا عاوز ادخل دلوقتي على الاوتلوك، هاجي على اللي هو النقط التسعة ديت، التطبيقات بتاعتي، وشغل التطبيقات، هضغط عليها كده وممكن ادخل من هنا، بس انا هضغط على ديت مباشرة. اه هيبدأ يظهر لي هنا ادي مجموعة من التطبيقات اهيت، وفي تطبيقات اضافية لو انت عاوز تزود، وهنا انشاء المزيد لو انت عاوز تبدأ ان انت تنشئ حاجات من دي اللي هي الوورد مستندات او اكسل او باوربوينت او فورمز زي ما انت عاوز. طيب انا محتاج مين دلوقتي؟ برنامج الاوتلوك. اه ادي الاوتلوك اهوت، اللي هو البريد الالكتروني الخاص بارسال واستقبال الرسائل اللي احنا هنشتغل عليها، واللي بيتم ايه تخاطب من خلاله. عندك برنامج التيمز وعندك الباور كل حاجه. ها طب هضغط على الاوتلوك دلوقتي، افتح اهوت معانا، ظهر معانا اهوت ادي الحساب بتاعنا بتاع الاوتلوك اهوت. تمام، طيب هنا حضرتك هتبص تلاقي هنا الرسائل اللي هتبدا تيجي لك، هتيجي لك هنا الرساله، هتضغط اهوت عندي ادي الانبوكس اهوت اللي هو الرسائل، بضغط على اي رساله هنا فبتبدا يستعرض هنا. يعني لو انا جيت مثلا ضغط على اي رساله من الرسائل ديت هيبدا يعرض لي هنا الايه المحتوى. مثلا ادي الرساله اهيت، اول ما ضغط عليها راح تظهر المحتوى هنا، هتشوف ايه المطلوب من حضرتك او كده. طيب عاوز تبعت انت رساله، عندي ادي النيو ميل اهيت، هتضغط كده وهتبدا ان انت تضغط على نيو ميل. اه ميل عاوز ابعت رساله، هيبدا يظهر المحتوى بتاع الرساله الجديده الى او سي سي اللي هي الاشخاص نسخه كربونيه، وتبدا تبعت حضرتك الايه الرسائل هنا ادي سند. تقدر ان انت تضمن الرسائل اي نوع من انواع الملفات، هنا تكتب اللي انت عاوزه في اللي هنا طبعا العنوان، وهنا تبدا ان انت تكتب اللي انت عاوزه او تضيف ملفات ايا كان انواع الملفات اللي انت عاوزها، مفيش اي مشكله. طيب في طريقه ثانيه اسهل كمان عند اهوت عشان التنسيق ورفع الملفات والكلام ده كله. في طريقه ثانيه سهله اه ممكن ان انا اشتغل من خلال الموبايل، الطريقه بسيطه. طب ازاي؟ يلا نتعرف على طريقه الموبايل. او هندخل حضرتك زي ما انت شايف كده على المتجر من الموبايل، وهنكتب في البحث فوق اوتلوك. اوتلوك اهو هيظهر بالشكل ده، هختار مايكروسوفت اوتلوك، اختار ده واعمل له تثبيت. مجرد بس ما هيبدا ان هو ينزل انا هثبت عليه البريد الالكتروني الموحد وكلمه المرور او كلمه السر بتاعتي، خلاص هبدا ان انا اتعامل عليه مباشره، استلم الرسائل واقدر اتعامل بيه كبريد الكتروني عادي خالص. جاري التثبيت اهوت، وهيظهر هنا دلوقتي اوبن او فتح. هنا اهوت هعمل فتح، هيبدا اهوت يفتح مايكروسوفت اهوت الاوتلوك بتاعنا. مرحبا بك في اوتلوك. عندك حاجه من اثنين، اما ان انت تضيف حساب جديد، حساب موجود عندك، او انشاء حساب جديد. هنا طبعا بيبدا يجيب لي اللي الحاجات اللي عنده وكذا والمميزات بتاعته. انا هضغط على اضافه حساب عشان انا عندي حساب فعلا اللي هو الاوتلوك. بيقول لي انت عاوز تعمل ايه؟ هل هتضيف حساب جيميل اللي هو الجيميل بتاع الموبايل مثلا، ولا ان انا هكتبه؟ اه طبعا بص الحسابات اهيت الاوفيس 365 والياهو والجوجل والاوتلوك. هقول له انا هكتب العنوان بتاع البريد الالكتروني الموحد، هدخل هنا هبدا ان انا اعمله كوبي بيست او ان انا اكتبه زي ما انا ايه شايف، مفيش مشكله. تمام دخل ادي البريد الالكتروني اهو، قال لي طيب ادخل كلمه المرور بتاعتك بقى. هنبدا ندخل كلمه المرور بتاعتنا هنا، نكتب او كوبي بيست زي ما احنا اتفقنا، ونعمل نكست او تسجيل دخول. تم فتح اهو، بيقول لي هنا لو انت عاوز تضيف حساب اخر اضافه حساب اخر، ولا ربما لاحقا. هقول له ايه ربما لاحقا عشان ادخل على الحساب بتاعي اهو. تم التحميل اهو، بيقول لي هنا لو انت عملت حسن هنا عشان لو في اي تحديثات تطبيقات بتاع تبع الاوتلوك او كلام من ده تبقى موجود، اي علامات تبويب جديده تكون موجوده معاك. وادي البريد الالكتروني بتاعي اهو، هضغط على اهو. تمام ادي هنا
الحياة المركز عليها، ادي البريد الوارد، ادي الحياة الاخرى، الحياة التانية، ادي عندك البريد، ادي عندك التقويم، ادي عندك الموجز، ادي عندك ابس او تطبيقات تانية، ادي هنا جهات الاتصال، ادي ملفات، بريد، تقويم، ادي كل الايه الحاجات اللي انت عاوزها. عاوز تبحث هنا اهوت مفيش مشكلة، اه جهات الاتصال اللي معاك على الموبايل ممكن ان انت تضيفها بحيث لو في حد معاه اوتلوك او حد مسجل بالجيميل او كده مفيش مشكلة. ان انت عاوز تضيف جهة اتصال لحد زميلك بتاع مفيش مشكلة، تقدر ان انت تشتغل زي ما انت عاوز خالص. ادي البريد هو التاني، ادي التصفية، ادي انشاء بريد جديد لو انت عاوز تبعت انت رسالة الى مين، الى العنوان بتاعه، ادي الى مين، ادي الموضوع، ادي هنا تكتب هنا لو انت عاوز تضيف ملف، عاوز تعمل تنسيق، مفيش اي مشكلة خالص. اتمنى ان شاء الله ليكم التوفيق، واتمنى اذا اي في اي مشكلة او اي حاجة اتكلمنا على اليوتيوب. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.